다 적어봅시다. 20 30 38 يا رجل هذه ما تفوت البلد بعد فوق الحدود هذه 30 830 830 انت برا يا اسطى 20 ثمن البلاد اجلدوا اجلدوا سجل يا كات هل هو 160 انا ما الله يرزق والله ما قام مكان يا ابوي معنا اقول يرب اقول يرب ايه هم 90 و900 كملها اكملها 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 يا رايح يا عم يلا كمان من الفريال زي ما جاء حيا بالسوق 600 من قبل منصور 57 انت ابو محمد 57 عندك زاد ابو ابي ابي الله راح يا وين لا 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 أبي مبارك أبي يستاهل الصلاة على النبي مرة 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 راعيها وين التقني على خير 1260 حد له نظر حد له شاف ما قلنا احنا يا ولدي تعجل معاه تعجل علي منصور 1260 ما عندي صافي صافي لك 50 يا حسين يربح سجل يا ولد يا كاتب سجل هنا 700 من البلاد سمعتوا يقول 810 810 لا تريحه مرة 20 مرة مرة يربح يا محمد محمد يربح حقك طلع كن راس يا هذول عطى واحد يا ولد يستاهل اميلك طلع 70 انت قلبك عليك راسي
قول 70 قول 70 قول 70 860 ابيع 860 ابيع ابيع مره بالصلاة على النبي يراعيها وكيلها الله يبارك لك اربح اربح ما شاء الله تبارك الله هذه مشتريات مطاعم ذوق الخيالة لهذا اليوم من سوق ابو سداد ما شاء الله تبارك الله